50 عاما مضت وما زالت الذكريات تتوالى والبطولات لا تأبى أن تنتسى وتتحدث الزمن. 50 عاما بوسعها أن تروي لنا فصلا مذهلا في مسيرة هذا الوطن قبل نصف قرن. كان كل شيء هادئا على الجبهة، وما كان أحد ليتخيل أن هذا الصمت المصري المهيب سوف يمهد لاندلاع العاصفة. وكانت اللحظة الراجفة في الثانية من ظهر السادس من أكتوبر عام 1973 حين اخترقت الطائرات المصرية حاجز الصمت لتزلزل بأزيزها المروع جحافل قوات العدو وتدك معاقلها الأخيرة شرق قناة السويس. يوما ما قالت جولدا مائير أن الصراع مع العرب لن ينتهي إلا برحيل جيل أكتوبر، لكن شاءت المقادير أن تحيا حكمة هذا الجيل لتسري الوجدان بالوعي والإيمان. وقال موشيه ديان إن العرب أمة لا تقرأ، وإن قرأت لا تضع ما قرأته حيث التطبيق، أما نحن فنرد عليه في مرقده إن كتب الحرب قد قرأناها، وبطولات المحاربين جمعناها، وحكمتهم حفظناها ثم أورثناها لأبنائنا، وأوصيناهم أن يحفظوها لأحفادنا بعد رحيلنا، كي يظل تراثنا الوطني والحربي باقيا ما بقيت على أرض مصر عروق نابضة بالكبرياء الوطني. أهلا وسهلا بكم في تلك التغطية الاستثنائية لاحتفال مصر بذكرى النصر بعد 50 عاما من حرب أكتوبر المجيدة. ورحب بأستاذتنا ريهام السهلي، ونبدأ هذه التغطية باستعراض مهم للزميل محمود السعيد عن حائط الصواريخ، تلك الملحمة التي ساعدت في اتخاذ قرار الحرب. بطولات عدة يسطرها رجال القوات المسلحة في صفحات تاريخ العسكرية المصرية التي لا تنضب وتحمل في طياتها تضحيات أبنائها. فلم تشعر مصر بالاطمئنان لقدرتها على اتخاذ قرار حرب أكتوبر عام 1973 إلا بعد أن نجحت في إنشاء حائط الصواريخ المضاد للطائرات على طول خط المواجهة مع إسرائيل وفي العمق المصري. استغرق بناء حائط الصواريخ 40 يوما، تم بناؤه في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر. كان يضم مجموعات منفصلة من قوات الدفاع الجوي، المدفعية المضادة للطائرات، ووحدات الصواريخ وأجهزة الرادار والإنذار، إضافة إلى مراكز القيادة المشتركة التي أنشأتها مصر عام 1970 بهدف صد الهجمات الجوية الإسرائيلية. دأبت إسرائيل خلال عامي 1969 و1970 على قصف القواعد الصاروخية وهي قيد الإنشاء لمنع استكمال حائط الصواريخ. واستشهد في تلك الحملة المئات من عمال البناء المصري حتى تم الانتهاء منه. وفي 30 من يونيو عام 1970 تمكنت كتائب الصواريخ بغرب القناة من إسقاط طائرتين من طراز فانتوم وطائرتين من طراز سكاي هوك وأسر 3 طيارين إسرائيليين. تتابع بعد ذلك سقوط الطائرات حتى وصل عددها إلى 12 طائرة إسرائيلية فيما سمي بأسبوع تساقط الفانتوم، لتتخذ قوات الدفاع الجوي هذا اليوم عيدا لها تحتفل به كل عام. جاءت حرب أكتوبر وشكلت ملحمة وطنية مصرية عظيمة، حيث تحطمت على حائط الصواريخ أسطورة العدو الذي لا يقهر، وتسبب سلاح الجو الإسرائيلي خسائر فادحة بلغت نحو 326 طائرة و22 أسيرا من الطيارين الإسرائيليين. إذن هي ملحمة أخرى تضاف إلى ملاحم النصر العظيم. حين أدرك العالم في 6 أكتوبر عام 1973 بأن سماء هذا الوطن لها رجال يواصلون العمل ليلا ونهارا للدفاع عنها، ولديهم القدرات الكافية لتحويلها إلى جحيم ضد كل من تسول له نفسه الاقتراب منها.